السلام عليكم. اليوم رانا في الحديقة المقابلة لجامع الجزائر ونروح نشوف الأشغال يعني على مستوى هذه الساحة، نشوفوا النشاطات يعني وش إذن الجديد هو الشيء الجديد هو توافد الزوار بأعداد ما شاء الله، وكذلك وضع الأعمدة الكهربائية يعني البوبال سلة المهملات، وضع الأكشاك المشروبات، الأكل المشروبات. هذه الأشياء اللي لاحظناها. أما من ناحية البافي، هذا البافي رديء، نوعية رديئة، البافي نوعية رديئة للأسف الشديد، نوعية تاع البافي رديئة جدا. وانا يبقى السؤال مطروح، يبقى السؤال مطروح، وزيد يمشوا فيه بالسيارة، وزيد يمشوا فيه بالسيارة. ها يا سيدي، هي كان في الأسف كان في، هي في الحقيقة كان المفروض من الأول يديروا طرق تاع ميكانيك، طرق تاع سيارة مخصصة للسيارة، يديروا تقدروني ولا سيمونتي وتكون مخصصة للسيارات، ما يمشيش فوق البافي. في الحيوانات أمو دخلت أرديس، أرديس أرديس تقدر شفتي وراها اللي هيها، خرج من تم، من تم خرج لودو هذا هو، ماشي صابلة تاعنا، هذه أرديس، هذه هي ساحة أرديس ولا ساحة الجامع. أرديس شوف صابلة، الصابلة هاي منا من واد الحراش من هنا. وهنا عندك هذا أرديس سنت كوميرسيال. إيه على بالي. منا شتي وراه هذاك، هذاك سيت بارك أكواتيك. مش عارف مفتوح ولا مش مفتوح، ما عرفتش كان مفتوح هذا الوقت، هذاك بارك أكواتيك لداخل كوفر. وموراه كاين ارديس سون كوميرسيال ارديس، تقدر تروح له كيف كيما هي ما هكذا والدور. ايوا صح، انا ندخله. اذا هذا هو، لازم 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 إعادة النظر في هذا البافي هذا. البافي هذا لازم، هو شباب بصح كيما هذا شوية نقولو جايز، بصح المقاومة ديالو والصلابة تاعو والله سؤال يبقى مطروح، كيف مرر هذا النوعية هذه مرت على المراقبة، والله يبقى السؤال مطروح. خاف ما تقولش حتى لنا نروحش للأشياء أخرى. استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه هي الجولة تاعنا في حديقة أو ساحة جامع الجزائر، الساحة الجديدة تاع جامع الجزائر.
نترككم في رعاية الله وحده والسلام عليكم. المفروض هكذا، هذا رصيف، هذا رصيف، المفروض يكون هكذا الرصيف، هذا رصيف نسموها رصيف. هذا هو الرصيف.